شاركت صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم الخليفة في معرض فن البحرين عبر الحدود الذي افتتحته سموها صبيحة يوم الأربعاء، إذ جاءت مشاركتها بعدد من اللوحات الانطباعية ونفذت باستخدام تطبيقات تقنية حديثة. وجاءت مشاركة سمو الشيخة في هذا المعرض إلى جانب أكثر من 35 بحرينياً وفنانين أجانب، وصالات العرض التي جاءت من مختلف دول الشرق الأوسط وأوروبا. ويمثل معرض فن البحرين نقطة تواصل بين جامعي ومحبي الفن ومنتدى للفنانين الدوليين، حيث يمكنهم تبادل الأفكار والإلهام مع الفنانين المحليين، وخاصة أن مملكة البحرين تتمتع بسمعة في مجال تقدير الفن وتشجيع المبدعين، مما يجعلها وجهة مثالية لإقامة مثل هذه المعارض.